حقائق جغرافية جنونية تجدها في هذا الفيديو. حرارة تفوق الخيال في صحارى العالم، وصقيع يفوق صقيع القطبين، مناطق لم تشهد أمطاراً منذ أكثر من 400 عام، مناطق جليدية تتحول تدريجياً إلى صحراء، رمال ملونة وكأنها مرسومة، وأخرى ترتكب فيها أفظع الجرائم البيئية في العالم، وتعيش فيها كائنات لا تشبه الأحياء أبداً. عظمة الخلق تتجلى في صحارى جرداء قاحلة، لكنها الأروع جغرافياً. حقائق قد لا تبدو واقعية، بل وربما سخيفة بالنسبة لكثيرين، لكنها رغم ذلك تفرض نفسها وعلينا أن نصدقها مجبرين. لنتابع معاً حلقتنا الجديدة من سلسلة 100 حقيقة جغرافية. الصحارى، عجائب الخلق في عالمنا. نعلم أن الصحارى هي مناطق شديدة الحرارة، لكن الحقائق الجنونية التي قد يجهلها البعض تقول أشياء مختلفة. فقارة القطب الجنوبي أو أنارتيكا هي صحراء، نعم صحراء مغطاة بالثلوج. وقبل المضي في الحديث عن الصحارى وغرائبها، يجب أن تعلم أن الصحراء تغطي ثلث مساحة الأرض، أبرزها صحراء غابي مترامية الأطراف في شرق آسيا، والتي تغطي أجزاء من شمال وشمال شرق الصين وجنوب منغوليا، تفصل بين منغوليا الداخلية ومنغوليا الخارجية، وتتخذ شكل قوس يتوسع تدريجياً. تعتبر سادس أكبر صحراء في العالم وثاني أكبر صحراء في آسيا، إذ تبلغ مساحتها أكثر من 1600 كيلومتر مربع. وهذه الصحراء من عجائبها مناخها المتقلب، إذ تتراوح درجات الحرارة فيها بين ناقص 400 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية، حيث تعتبر عموماً من صحارى الصقيع، وتشهد تساقط ثلوج في أحيان كثيرة على كثبانها الرملية، ومنها إلى صحراء أتاكاما، أكثر مناطق الأرض وحشية وجفافاً، منطقة نائية الحياة فيها مستحيلة، حولها البشر إلى أكبر مكب نفايات على الكوكب. لم تشهد هذه الصحراء الشاسعة في تشيلي أمطاراً منذ أكثر من 400 عام. أكثر ما يميزها أكوام الملابس المستعملة التي تلقى فيها، حيث تعتبر تشيلي أكبر بلد لصنع الملابس في العالم، وهذه الملابس تدمر حرفياً النظام البيئي في هذا المكان، فهي مليئة بالمواد الكيميائية، ويستغرق تحللها في التربة كلياً أكثر من 200 عام، بالتالي هي مصدر تلوث مستدام للتربة والمياه الجوفية في هذا المكان. كما تتوزع على أطرافها المرتامية أكوام من السيارات غير الصالحة في مقابر ممتدة على رمال هذه الصحراء، عدا عن الإطارات المرمية هنا وهناك، محدثة إحدى أفظع الكوارث والجرائم البيئية في العالم. ولأكثر من 8 ملايين عام اعتبرت أتاكاما الممتدة على 100,000 كيلومتر مربع الصحراء الأكثر قحالة في العالم. والجزء الأكثر جفافاً هو منطقة يونغاي في مدينة أنتوفاغاستا، التي وجد العلماء فيها كائنات دقيقة قادرة على العيش تقريباً دون ماء أو مغذيات رغم وجود إشعاع شمسي. وبحسب ناسا، فإن هذا المكان هو الأكثر تشابهاً مع كوكب المريخ من حيث طبيعته، لذلك تجري ناسا هنا اختبارات مركباتها الآلية وتحمل لقب مريخ الأرض. من الصحارى الغريبة في هذا العالم أيضاً تأتي الصحراء الملونة في أريزونا، وهي عبارة عن امتداد من الأراضي الوعرة والتلال المسطحة، اسمها بينتد ديزرت، يشير إلى قوس قزح من الألوان التي تميز الحجر الرملي والحجر الطيني. أما ألوانها فإنها تأتي نتيجة المحتوى المعدني المتغير في الرواسب الرملية فيها، ويتلون بحسب معدل ترسبها. تلقب بالصحراء المرسومة لأن التضاريس فيها تبدو وكأنها مرسومة على هيئة كعكة متعددة الألوان.
أهم معالمها وادي الموت، وهو واد صخري سحيق يعرف باسم الأخدود العظيمة، لكنه يشتهر عالمياً بلقب جراند كانيون، ويصنف كأحد عجائب الدنيا السبع الطبيعية. وإلى صحراء كاركروس الكندية المعروفة بأنها أصغر صحراء في العالم، صحراء ذات مناخ جاف وظروف رياح قاسية يجتمعان معا ليشكلان كثبانا رملية هائلة، كما تتكون فيها كثبان رملية وتظهر نباتات خاصة. وتمتد صحراء كاركروس على مساحة تبلغ حوالي 2.6 كيلومتر مربع. ولا يمكن الحديث عن صحارى العالم وغرائبها دون ذكر الصحراء السوداء في مصر، وهي منطقة جبال من الحجارة السوداء الصغيرة تتخذ هيئة البراكين، تقع على أرض برتقالية وبنية. النظر إليها من الأعلى يعتبر مغامرة رائعة جدا، لكن هذه الأرض رائعة الجمال غير صالحة للعيش البشري أبدا. صحراء سالار دي أويوني في بوليفيا أكبر صحراء ملحية في العالم، وهي مكان ذو جمال استثنائي، إذ تنبسط الصحراء الشاسعة والكريستالية بطبيعتها، فتظهر رمالها وكأنها مرآة للسماء، حيث تنعكس السماء فيها على الأرض بشكل رائع حقا. تبلغ مساحة صحراء سالار دي أويوني 10582 كيلومتر مربع، وهي غنية بالصوديوم والبوتاسيوم والليثيوم والمغنيسيوم، وكذلك بورات الصوديوم المائي. بحسب التقديرات تمتلك هذه الصحراء 10 مليارات طن من الملح، يستخرج 10% منها فقط سنوياً. تاكلامكان واحدة من أكبر الصحاري الرملية في العالم، والتي تحتل المرتبة 15 لناحية الحجم في ترتيب أكبر الصحاري غير القطبية في العالم، تغطي مساحة 270,000 كيلومتر مربع من حوض طاريم، تمتد على طول 1000 كيلومتر وعرض 400 كيلومتر، لتكون أكبر صحراء في الصين. شهدت عام 2008 تساقط الثلوج بدون توقف ل 11 يوما متتاليا في ظاهرة نادرة جدا. ومصر أيضا تضم الصحراء البيضاء التي تعتبر عجيبة من عجائب الطبيعة، إذ ليست كغيرها من الصحاري، بل هي عبارة عن أرض طباشيرية تكتسي باللون الأبيض، تقع شمال واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد جنوب مصر، وتبلغ مساحتها 3000 كيلومتر مربع. تشكلت بفعل عواصف رملية منذ ملايين السنين، فرسمت أشكالاً فنية لا تخطئها عين، فتجد صخرة على شكل دجاجة تأكل، وأخرى تبدو على شكل أرنب، وثالثة لصخرة تحمل أخرى بصورة غريبة، وغيرها من الأشكال المبهرة العجيبة. وداخل الصحراء البيضاء يقع وادي أطلق عليه وادي المشروم، نظراً لما توحي به صخوره التي تشكلت عبر ملايين السنين، مكان رائع للتخييم والسياحة والمبيت في الصحراء. ممارسة رصد النجوم الهواية المفضلة لدى محبب الصحاري في العالم، والذين حتما سيعجبهم هذا الفيديو الذي رصدنا لهم فيه حقائق عن أكثر العجائب في الصحارى حول العالم. عسى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سلسلة 100 حقيقة جغرافية على الخريطة.